السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة نيفين شريف، أخصائي البطنة العامة بمستشفى أستر القصيص. عايزة أتكلم معاكم النهاردة عن الاكتشاف المبكر لمرض السكر. الجمعية الأمريكية لمرض السكر بتوصي بأن البحث أو الفحص للسكر يبدأ من سن 35 سنة، وبعد كده بيتكرر كل 3 سنين. وفي بعض العوامل الخطورة أو الريسك فاكتورز اللي احنا بنبتدي معاها في سن حتى لو كان بدري عن كده. عوامل الخطورة دي بتشمل السمنة، معدل كتلة الجسم لو أكتر من 25، لو في ناس عندها ارتفاع في ضغط الدم، لو في ناس عندها مشاكل في الدهون، ارتفاع في نسبة الدهون الثلاثية أو انخفاض في نسبة الـ HDL اللي هي الدهون المفيدة. في الحالات دي كلها بنبتدي ان احنا نعمل فحص للمرض ده في سن بدري، وبعد كده لو طلع ان في اي حاجة ايجابية في هذا الفحص اللي هي مش التشخيص بتاع المرض نفسه، التشخيص بيبتدي من السكر. واتمنى ان اي حد لو عايز يعمل الفحص او يقابلني يشرفنا في مستشفى أستر القصيص في اي وقت.